اليوم سنتعرف على قصة موهبة استثنائية أبدعت ولا زالت تبدع وسط جدران هذا المقهى بمدينة طنجة. يعتبره الناس المقربين فناناً متعدد المواهب. أظهر فاروق شغفه ومهارته في فن الرسم منذ سن مبكرة، ولكن لظروف خاصة ابتعد لفترة من الزمان. ملي كيكون العمل انا كنخدم وكان داك الحق في الاوقات الفراغ ما كيعجبنيش نبقى غير جالس. المهم كان جالس كنتجبد شي حاجه، ما كنلقى ولا هذيك شي بورتري ولا شي حاجه غير راسي. مع المدة المهم كيجيو الدراري صحابي هنايا كيجلسو معانا، ما تعرف شي مرة كنرسم شي واحد ولا شي فنان أو شي هذا كنوريه له كيفاش جا. المهم بدا داك الشيء هذا كيلفت الانتباه وعجبو من الناس اللي هنايا. من بعد اتصلوا بيا، عملت علاقات مع جمعيات، كنعمل معاهم مشاركة سيدة، كنعمل سبورتيات بالقهوة وبالمواد الغذائية ولا أي حاجة. الفاروق اللي اكتشفت فيه بأن عنده واحد الموهبة عجيبة هو الرسم. الرسم ديالو يعني مختلف على جميع الرسامين، وهو كيخدم دي طابلو كيخدمهم بالحبوب كالقهوة كالزرع كال يعني عجيب. هي راه موهبة وماشي أي واحد يقدر يعملها، راه صعيبة. صديق فاروق، واحد النهار تفاجأت مشيت كنطلب القهوة وشفت عند واحد الطابلو بديك سميتو بديك البقية ديال القهوة كتخرج الماكينة، صاوب واحد صاوب صورة ديال ابن بطوطة، وهذا كيدل بأن الفن السيد متمكن الفن ديالو. يعرف فن الرسم على أنه فن يتم من خلاله التعبير عن الأحاسيس والأفكار بواسطة ألوان وأشكال. انتقلنا مع فاروق لنتعرف على أول عمل تطوعي يقوم به لصالح الأطفال ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم الفنية. بالنسبة للفنان التشكيلي فاروق أصدغاي، لأنه هو انتج الجمعية كمشارك، من بعد تشبت بالعمل الجمعوي وانضم لجمعية الأقل المغربية، صبح معنا عضو في شهر فبراير 2017. من بعد دخل معنا عضو في لجنة دعم وتنمية الطفل، اختيار كان ديالو لأنه هو عجبو يدعم الطفل في الفن التشكيلي. كنعلمهم البراكتيك ديال الفن والرسم وبزاف د الحاجات. شنو هو انا كننوع لهم كل مره، شنو كنعمل، مره كنعمل بينتورا، مره كنعمل الرسم بالاقلام، ودابا دخلت هاد الفكره جديده انا ما سبق حتى شي واحد عملها. كنوري لهم الفن ديال يرسموا بالمواد الغذائيه باي حاجه، المهم ما كيبقاوش يخافوا من حاجه او لا كتجيهم شي حاجه يعني ما عندها قيمه. شخص فنان مؤدب متخلق كيعجبو يخدم القلب ديالو. شددنا الرحال الى احد المناطق الجبليه بضواحي مدينه طنجه، وبالضبط بمنطقه عيون القصب،
والتي سنتعرف من خلالها على العمل التطوعي الفني الثاني الذي يقوم به فاروق لصالح هذه القرية. أنا الفكرة ديال تأسيس هذه الجمعية جات في واحد الإطار خاص، هو أننا احنا دخلنا المدينة في واحد السن معين وتكوننا وخرطنا يعني في العمل الجمعوي يعني بكل أشكاله والتوجهات ديالو، وفي الأخير يعني وصلنا لواحد الفكرة على أننا نأسسوا واحد الثقافة ليس ثقافة العمل الجمعوي وإنما هي ثقافة العودة، بمعنى أن العودة إلى الجذور يعني من أجل إعادة الاعتبار لديك القرية أو لديك المكان اللي أنت كبرتي فيه هو أعطاك هو الكثير، وربما أنه الآن أصبح هو في مأمس الحاجة إلى أبنائه. فعلا جا في إطار عمل تطوعي ودعم الفكرة وخدم صراحة الله خدم وخدم بواحد المساحة اللي خدم فيها هو كانت أكثر من الناس آخرين وسالها في واحد الوقت اللي هو محدد، وفعلا أنه ساند للفنانين الآخرين الرسامين في أن إكمال اللوحة ديالهم. يعني اكتشفت أن كل ما يعني تخيلته أنا عن فاروق كان صحيحا، بمعنى أن فاروق فنان سلوكا وحسا. فاروق رب أسرة لعائلة مكونة من 4 أفراد. قمنا بزيارة لاكتشاف المزيد من الأعمال الفنية وبعض تفاصيل حياة فاروق من العائلة الصغيرة. هذه 10 سنين وحنين جوجين، ومؤخرا اكتشفت اللي كيعجبو الرسم. في الأول بدأ بالقلم الرصاص ومن بعد ألوان خشبية ومن بعد بدا كيعمل طابلو. كل مرة كيعمل طابلو كيعجبني كيعمل طابلو اخر كيعجبني اكثر. انا بدي شي مرات كنكون شاهية شي الوان في طابلو كنقول ما كرهتي تعملي هاد اللون ولا كيعجبوني هاد الالوان هادو عمل لي شي طابلو فيه هاد الالوان هادو. ندى حتى هي كيعجبها، في الاول ما كانتش كتفهم شنو ديك الشيء هذاك، ومن بعد بدات كتعرف كتقول بابا خصني بابا بابا تاينا نعمل. شي مرات كتلعب في الطابلو ديالو وكيعطيها باش تعمل بوحدها باش ما تشطلوش. كنرسم بالالوان وكنكتب. كيعجبك داكشي اللي كيدير بابا؟ كيعجبني. كتمشي معاه كنمشي. وشنو كديرو؟ كنرسمو كن هذا شنو كيقولو لك؟ هو الطابلو ديالنا ديالي انا اللي رسمت. شنو رسمتي وريني نشوف؟ السحاب والشمس، هاد الطيارة والزواقات، واحد الوردة كبيرة، وقلب، والوردة والرب. رسمتي بوحدك هذا؟ إنما الفن مورد الحب والنور، وما الفن إلا انتقاء عميق للكلمات وفيض صادق من الإحساس.